تعالوا نشوف التصريحات الأولى لأحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي الجديد بعد انضمامه مباشرة إلى القلعة الحمراء، ونرجع نكمل كلامنا. السلام عليكم. الحمد لله كما تشوفوا اليوم بغيت في نادي الأهلي، وكانت كل الأمور تمت على العمل الجيد، وأشكر وفاق سطيف وأشكر الأنصار وأشكر زملائي وكل الطاقم الفني والإداري، وأشكر زملائي بزاف، وإن شاء الله إن شاء الله السنة يتحسن بزاف المستوى، وإن شاء الله وفاق سطيف تحقق بطولات، باسكو هي من الفرق اللي كل عام تحصد بطولات، وأنا نتمنى للفريق التوفيق، وهذا الفريق ما ننساوش خيره اللي هو وصلني لهذه البلاصة، هو اللي طلعني وصلني للمنتخب الوطني، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق في باقي المشوار.